حضراتكم جميعا. بالتاكيد معاكم موبايلات. اتمنى ان كل اللي موجودين النهارده يدخلوا بس يكتبوا على الفيسبوك على جوجل بس فين كل فيسبوك مثلا تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين، تكتبوا تكتب تنسيقيه شباب هنطلعك على طول. ادخل شوف مين دول، مين اللي كانوا قاعدين معانا النهارده. يسعدنا وجود كوكبه من ابناء المحافظه المعنيين بالعمل العام والمجتمع المدني لطرح مقترحاتهم وارائهم على اعضاء التنسيقيه لنقلها الى اداره الحوار الوطني بالقاهره. ونعتبر هذه فرصه فريده لإقامة تلك الفعالية بالتعاون مع التنسيقية التي استطاعت، وده كلام فعلا حقيقي، أن ترسخ نفسها كأحد أهم المنصات السياسية في مصر. النهارده لما نيجي نتكلم عن الحوار الوطني ونسأل نفسنا، هو الحوار الوطني لمين؟ هل هو للأحزاب السياسية؟ هل هو للقادة بس؟ هل هو للنخبة؟ النهارده الواقع بيقول الحوار الوطني لكل المصريين.